الملتقيات الرياضيه وفي الحفل. النادي ديالنا مشارك بابطال اللي الحمد لله حققوا نتائج في البطوله الوطنيه وفي كاس العرش ديال كره السله والتنس وكره القدم ديال لونبيتي، وعندنا حتى فريق ديال الاتليتيزم ديال العاب القوى اللي غادي اليوم غادي يشاركوا في المسابقات ديال 100 متر و 100 متر و 800 متر. شكرا. Bien joué, Sofiane. Mon Neymar. السلام عليكم. سفيان الخضيرة، رئيس التنس الرياضي بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، طالب مهندسة في المدرسة. هذا العام إن شاء الله كنضمو الأولمبياد الدولي النسخة الأولى والنسخة 19 اللي هي أقدم نسخة على الصعيد الوطني. اليوم اللي هو 22 فبراير 2019 تعرف مشاركة مجموعة من الدول الإفريقية، مشاركة المغرب أيضا ممثلة عن طريق فرقة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، كما يعرف أيضا مشاركة مجموعة من البراعم اللي غادي يكونوا إن شاء الله أبطال الغد في كرة القدم. كما عندنا ايضا واحد الحدث اللي اون باغالي مع ديزيفيرمون اللي هو الورد فيلج اللي تعرف استعراض مجموعه من الثقافات من بينها كوريا، تونس، الالماني وبزاف ديال الدول الاخرى اللي تيمثلوها ناس جاو عندنا من خارج البلاد باش يشرفونا اليوم بالحضور ديالهم، واللي كيتعتبر شرف كبير بالنسبه لنا اننا قدرنا ننجحوا هذه النسخه الحمد لله. وكنتمناو يكون مزيد من العطاء ان شاء الله، وتبان الفاكهه ديال العمل اللي ضربناه سنه كامله لانجاح هذا الاسبوع. Ink, I guess. Exactement. En fait, c'est pour qu'on puisse les entendre et puis les retrouver. Oui. Oh,